سلام البنات، كنتمنى اموركم كلها تكون مزيانه وبخير على خير. اليوم غنحضروا طاجين ولا طوالي في الفران، كل واحد كيقول ليها ديال الطونه. راه كتجي البنات من ألد ما يكون. جبت الطونه على قدها وقردتها انا طراف، ممكن اللي بغى يخليها مجموعه هكاك وخشها في الفران بهذه الطريقه يديرها. انا قردتها، عندي الوليدات بلي كتقردها كتجي حسن، اللي بغى شي طريف كي ياخده. وقطعت البطاطا رقيقه وفرشتها في الطاوه، هي هذيك. جبت الفلفله قطعتها حتى هي دواور اللي تزين، وتقطعات صغار اللي يكونوا في وسط مع 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 الحشوه. ومطيشه درتها دواور وحامضه، وقبطه ديال نص قبطه ديال القزبر ومعدنوس، وثلاثه ديال الدراس ديال الثومه. انا هاد الطونه البنات اللي قبل غسلتها بالملحه والحامض، وبيتها في شويه ديال الملحه والحامض، يعني ملحه، ما غاديش ندير الملحه في الحشوه ديال الشرموله، غنديرها حتى الاخر فوق الخضره غير شويه. كنبدا اول مكون هو التحميره، كندير عيني ميزاني، كتجي لذيذه. ديروا جوج معالق صغار ديال التحميره، وكندير المكون الثاني اللي هو الكمون فقط البنات لا غير. حتى هو كندير عيني ميزاني، هي جوج معالق صغار فقط. هذه هي، انا عندي الشرموله المعتمده في الحوت، ما كنديرش عطريه اخرى نهائيا. اللي بغى دير الحار ممكن يدير الحار، كتجي لذيذه بالحار حتى هي. انا عندي الوليدات ما يمكنش ندير الحار. كندير ثلاثه د الفصوص ديال الثومه، وكندير واحد شويه الماء، ما كنديرش الزيت، غير تبعوا معايا. كندير شويه ديال الماء وكنحرك الشرموله، كنجمع غير شويه الماء، وهذاك الكاس كنخليه على جنب حتى الاخر. غادي تشوفوني شنو ندير بهذاك الكاس لاروب اللي بقى ديال الماء، غتشوفوني شنو غادي ندير به. بقات لي واحد الطريز ديال الثومه ما تحكش لي مزيان، زدت قطعته ما بانش لي وما تحكش، هي هذيك. كنخلط كاع المكونات مزيان حتى تدخل الشرموله فيهم، ومن بعد كنبقى نشد الطونه. كترت زوينه البنات ديك الطونه، راه عرفتي غير الهبره اللي فيها ديال اللحم، فيها غير السلسول ما فيهاش كاع الشوك، غير السلسول فقط والجناب ديال الراس اللي كيتقطع، ما كاينش الشوك نهائيا، يعني كتاكلها وانتي مرتاحه وكتجي لذيذه وزوينه. مهم كندخل لك الشرموله في بعضياتها مزيان، ومن بعد كنبدا نشرمل في الحوت في كل قطعه، وكنحط فوق الطاوه. عفوا، اول حاجه كنديرها عاوتاني في الشرموله، الاخر ملي كندير حامضه، كنعصر نص حامضه الاولى، مع العلم انني مرقده مبيته الطونه في الحامض والملحه، ولكن السر من اسرار السمك باش يجيكم لذيذ اعطيوها البنات الحامض. الحامض كثروا منه وغادي تفكروني راه كيجي لذيذ من ألد ما يكون. ملي كندير الحامض صافي، كنبدا نشرمل في الحوت وكنحط في الطاوه، كنحط المكونات الاخرين، تبعوا حتى الاخر البنات، راه كله مفاجآت عندي في الفيديو. Yeah.
من بعد داك الكاسلاره اللي بقى ديال الماء كنكبو على ديك الشرموله، كنصبو على الطاوه، راه الحوت كيطلق الماء ديالو حتى هو، وديك الفلفله ومطيشه هي كتطلق الماء ديالو، يعني لا داعي انني ندير الماء بزاف. ونص حامضه اللي بقات على الشرموله كنعاود نعصرها فوق ديك الطاوه قبل ما تدخل الفران، راه كيجي لذيذ لذيذ. البنات غتبعوا الطريقه، راه كيجي غزال، ما تقنعوش منه وتبعوش، كتجي ديك لاصوص ديالها ملي كطيبخها طرب زوينه، والحوت حتى هو كيجي محمر. كنخليه انا ساعه الا ربع، حيت جايب طونه فيها تقريبا شي كيلو ونص، ولا جاي لجوج كيلو، جوج كيلو، كنخليها ساعه الا ربع كيوجد. ملي كطيب كان دابا غادي يخرج من الفران، كندير عليه واحد المعلقه ديال الزيت البلديه، وما شهيتكم فيه البنات، راه كيجي لذيذ لذيذ لذيذ، ما تقنعوش منه نهائيا. كملوا الفيديو حتى الاخر. حل البيم، البيم جا وجاب الشوكولاط يا البنات، غزال. كيبدا من 19 درهم، هذه اللي كتشوفوا فيها ب 24 درهم، كارطونته كبيره تاكلي حتى تشبعي ب 24 درهم. كاينه ديال 99، هادو هما اللي ديال الحديد اللي واصل ل 99. هاد الحمراء 64 درهم هي اللي ناخذ وقيله، وكاينه ديال 29، وكاينه ديال 19 درهم، وكاينه ديال 24 درهم. اللي ما بغاش ياخذ، انا خديت هادشي الحمراء. دخلوا عندي التيك توك كتشوفوني انطوقوا، وغنجاوبكم في التيك توك المذاق ديالو كله. هذيك الحمراء هي ديال 64 درهم، وشكرا اخرى راه غنيه على التعريف. تبقاو على خير، ما تنساونيش ملي جيم تابوناو معايا وبارطاجيو.